واش افامي، السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله معنا في هذا الفيديو الجديد. المهم غادي شحال هذه ما درناش فيديو، مي المهم هي الحياه والمشاغل ديال الدنيا وصافي. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله نحاول ان شاء الله نتطرقوا على الموضوع ديال رينوفلومون للفيزا، نحاول نعطي دي زانفورماسيون على رينوفلومون للفيزا كيفاش والتغيرات اللي كاينه مقارنه مع العام اللي دازو. صافي هادشي ان شاء الله اللي غنحضروا عليه في هذا الفيديو. المهم اول حاجه كنبغي بعدا نقول مرحبا بالطلبه ان شاء الله اللي جاوا جداد هذا العام، ونتمنى ان شاء الله الخير والتيسير اللي الطلبه ان شاء الله اللي غيجيو العامات الاخرين، واخا هذا العام داروا لهم 50%، ولكن داكشي راه تيبان لي انا داخل غير في السياسه ان شاء الله، غدوز الانتخابات راه غتولي الامور ان شاء الله كي كانت. هذه من جهه، من جهه اخرى الحمد لله هذا العام على راه الامور راه مزيان على حساب كورونا. المهم الحمد لله بعد الامور راه كتمشي مزيان بعد المهم فاكسين والناس، المهم الناس والحمد لله الامور كتمشي ان شاء الله قدام، وكل الامور كتولي ان شاء الله الحاله الطبيعيه ديالها، ونتمنى ان شاء الله التيسير ونتمنى ان شاء الله الخير في العامات الماضيه ان شاء الله الجايه ان شاء الله. هذه من جهه، من جهه اخرى بالنسبه للموضوع ديالنا ديال رينوفلومون الفيزا، اهم حاجه هو ان هذا العام بالنسبه لرينوفلومون الفيزا تغيرت الطريقه ديال الدفع مقارنه مع العامات اللي دازو. كانوا الناس كيشدوا رونديفو في البريفيكتور، كتوجد الدوسي ديالك وكتمشي تدفعو في البريفيكتور. هذا العام لا، وهذا سيرت العام اللي داز، وهذا العام هذا العام مازال ما كاينش شي حاجه، مي العام اللي داز دفعوا الطلبه بار اونلاين، هذا مزيانه كتربح انت الوقت، هما حتى هما جو بونس كيربحوا الوقت على حساب انهم يتريتيو ويتفاداو بنادم سير واجي، فهم المهم تفادوا داك الاكسيدال عندهم في البريفيكتور. مي هذا الشيء، هذه القضيه ديال انهم بار اولين انا كنفضلها مقارنه مع انك المهم كتربح انت الوقت، كان مثلا اللي بغيت ندفع كنربح الوقت، وجو بونس حتى هما راه كيربحوا، داك انا ما يبقاش بنادم عندهم بزاف داخل خارج. هذه من جهه، من جهه اخرى نعاودو نهضروا ان شاء الله على الاوراق. الاوراق المهم انا قلت لكم انا غنركز لكم على ثلاثه الاوراق اللي ضروريين ومهمين وكيسولون. اول حاجه هو لاتيستاسيون دو لوجمون بالنسبه للناس اللي راهم ساكنين في الكروس. بالنسبه لاتيستاسيون دو لوجمون راه كيعطيو راه الكروس غير مجرد انك كتسني معاهم ان شاء الله كونترا، راه كيعطيوك لاتيستاسيون دو لوجمون، هذيك لاتيستاسيون راه كافيه انك تدفع بها. وبالنسبه للناس اللي راهم كاريين ولا ساكن مع شي واحد، راه غير لاتيستاسيون دو كونترا اللي داير مع السيد ولا داك السيد كيدير لك كونترا بانه ساكن معاك، كيكون فيها لادريس وداك الشيء تقريبا. المهم داك الشيء لي زانفورماسيون فين عليك انت وفين ساكن راها كافيه انك تدفع بها. هذه من جهه اللوجمون. بالنسبه للاتيستاسيون الثانيه هي البلوكاج، بالنسبه للاتيستاسيون بالنسبه للفلوس، وهذا هو المشكل ولا الناس اللي ما كيفهموهاش اشنو غيديروا بالنسبه للفلوس. كانت عندنا حنا ديك الفكره بان مينيموم خاص يكون عندك ديك 4 ولا 4.5 في الكون ديالك، مي لا الناس دفعوا بلاتيساسيون ديال البلوكاج القديمه ديال لاتيساسيون ديال العام اللي داز باش جاو وتقبلات زعما راه عادي، راه ماشي شي حاجه زعما اللي انها كتخلع ولاش بالنسبه خاص يكون عندك واحد لاسون في الكون ديالك، لا راه غير ديك لاتيساسيون راها كافيه انك تدفع بها باش دير الرينوفلومون ديال الفيزا. وبالنسبه لاتيساسيون الثالثه هي الانسكريبسيون، بالنسبه خاصك تطلب من لافاك مثلا لان ديك لافاك انها تعطيك واحد لاتيساسيون بانك غتكمل معاها العام ولا غتعاود معاها العام، ولا مثلا انتقلتي شي لافاك اخرى ولاش، راه غتطلب واحد لاتيساسيون، لاتيساسيون ديسكريبسيون راها كافيه بانك هي كدليل على انك راك غتكمل مثلا في المؤسسه الفلانيه ولا في البلاصه الفلانيه الفلانيه. هذه من جهه، هادو هما ثلاثه الاوراق اللي بغيتكم تركزوا عليهم وتعطيهم اهميه، حيت هادو هما الاوراق الضروريين. وخلاص بالنسبه للدفع قلت لكم راه تيكون ساهل مقارنه مع انك بتجد الدوسي الفيزا ولاش. ثاني حاجه وثالث حاجه اخرى هي ان بالنسبه لنا اي واحد بغى يدفع الفيزا راه خاصو واحد الفوتو، راه اي فوتو راه كتمشي لاقرب كارفور ولا شي مصور. انا تنصحكم كارفور حيت يكون رخيص، يكون 5 اورو حتى 6 اورو على حساب البلايص وعلى حساب واش كارفور كبير واش قريب واش بعيد. المهم حتى هذيك التصويره راه كتكون كتدخلي لواحد الكود نيميريك كيكون فيها واحد الكود راها كافيه. انا غنوريها لكم، بقاو معايا. هي هذه من المهم، المهم كاين واحد الكود تيكون هنا
ما عرفتش واش غايبان لكم. المهم واحد الكودغ تيكون واحد النيميرو، هذا راه كافي انك هذا هو فين كتدخلو اوتوماتيكمون. وعندها هذه راه عندها واحد المده راه تيكون مكتوبه فيها، راه عندها مده ديال 6 شهور. ملي كدوز 6 شهور وما صافي ما كتبقاش هذا الكود، هذا الكود بار اللي كاين، هذا الكود حتى الكود بار اللي بغيت تسكانيه اللي عنده ايفون راه كيكون صالح. سميتو ديال كاين كريم كلك هي لا تسكاني هذا كله، كتدخل هاد الكود بار وهاد الكي ار تسمى والله ما عارف. المهم معنيناش هي كتسكاني هادي، راه كطلع لك التصويرة ديالك، ولا هاد الكود كتدخلو راه اوتوماتيكمون كطلع التصويرة ديالك. جو بونس هادو هما لي زانفورماسيون اللي ضروري انكم تعطوهم اهمية. وابخي يقول لكم ملي كدفع راه كيسيفطو لكم انكم تخلصوا واحد التامبر، ملي كتخلص داك التامبر اوتوماتيكمون هما راه كيعطيوك رونديفو باش انك تجي تفكر تسجل ليك. انا شخصيا مازال ما عطاوليش، وواحد الشيء باش ما تكونوا توقعوا فيه انكم قلت لكم غتدفعوا بكري باش ما يعطيكمش لاتيسيون دو برولونجمون، وكيكون صعاب عليكم انكم تنتقلوا ولا تمشيو لشي بلاصه، راه تيكون صعيب انكم تمشيو لشي قنت اخر. لهذا نصيحه انكم تدفعوا، هما تيقولوا لك خاصك تدفع شهرين قبل 100، انا كنقول بانك تدفع قبل بعدا بواحد شهرين ونص ولا حتى 3 شهور باش ما تعطاشكش لاتيساسيون دو برولونجمون. هي اختيار ما نقدرش نقول انها ما مزياناش، ومي كتستفاد شحال من حاجه بالنسبه تيكون عندك، وحتى بالنسبه لاكاف ما كيبقاش يرومبورسيك تيطلعك ماشي كيرو. المهم حتى هو كيدير لك عرقه، لا حتى كتجيب تيتر سيجر. لهذا نصيحه دفع قبل مينيموم 3 شهور، انا بعدها شخصيا باش ما تبغيش توقعش فيه انت، تنصحك انك تدفع 3 شهور قبل باش ما توقعش في هذا المشكل ديال باش يعطيك لونجمون. لونجمون كيصعب عليك انك تنتقل من مدينه لمدينه، هو تنتقل مي المهم باش تتفادى جميع الاحتمالات انهم يقدروا يرفضوك ما يخليوكش تنتقل ولا يديروك شي مشكل. نصيحه دفع بكري باش تخرج لك اتيستاسيون، باش تخرج لك باش يخرج لك تيتر سيجور بكري. جو بونس هادو هما لي زانفورماسيون اللي ضروريه بالنسبه لهاد الدوسي. المهم نسيت ما قلت لكم واحد الحاجه، بالنسبه للناس اللي مهتمين لي بونك اونلاين، راه غتلقاو اللي مثلا بالنسبه للبورصه روما ولا هلاو بنك، راه غتلقاو ان شاء الله اللين ديالي غتكليكي عليه، دخلي دي زانفورماسيون ديالك، راك كتربح على حساب من 130 حتى 80 اورو على حساب واش كاين البروموسيون ديال 130 ولا ديال 80. في حالة ما كنت مهتم بلي بونك اونلاين راك كدي 130 انت، وحتى انا طبعا كندي 130 على حساب واش كاين داك العرض ولا لا. الا كنت مهتم بلي بونك اونلاين ما تنساش انك تنزل ديسكريبسيون ولا في اول تعليق راه غتلقى ان شاء الله اللين ديال هاد لي بونك. ونسيت حاجه اخرى باش ما ننساش، بالنسبه اللين ديال بالنسبه باش تسجل في سميتو فاش باش تسجل في باش دير رينوفلومون الفيزا، حتى هو راكو غتلقاو ان شاء الله اللين لتحت. يلا هو واحد البارسيه باش ما ننساهاش، بالنسبه الرقم اللي عطاتك تريس كونتاكت ولا الجيميل باش دخلتي اول مره، راه هو نفس الرقم باش غدور باش غدخل دير رينوفلومون الفيزا. باش لهذا الا بغيت لانسيتي الكود راك غير كدير الدوموند، تدير انك اوبليي المود باس، جي اوبليي المود باس راه اوتوماتيكمون راه كيسيفطو لك المود باس في الجيميل ديالك. هذا ما كان اللي كيعطوك تعاود دير مود باس اخر. جو بونس هذا الشيء ما كان اللي راه لتحت ديزانفورماسيون ولا شي حوايج اخرين، ما عليكم الا انكم تصيفطوا لي في الانستغرام، الانستغرام ديالي هو هذا، قلاو علي في الانستغرام عندك شي مشكل ولا عندك شي فكره ولا كنت خطات انا في شي حاجه، صيفط لي تما ولا كتب لي في شي تعليق. المهم اولا وثاني حاجه ما تنسى تنسى انك ان شاء الله تابونا معنا باش نزيدو نقلبوا على ديزانفورماسيون، وان شاء الله راه اشياء جديده غتكون لقدام. يلا محمد كرياني يحييكم، صلوا لي فراسكم، يلا تشاو.